السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة بإذن الله هنحل lesson 1 لسنة خمسة ابتدائي في الكونسبت التاني اللي هو كونسبت 1.2. اوكي يلا بينا يا شباب، بسم الله نفتح المايكات ونسأل مين؟ نسأل بسم الله محمد احمد عبد النبي، موجود؟ موجود. يلا يا محمد، بس معلش يا محمد تعالى نرجع للدرس كده، كان في كذا حاجة ما حلناهاش. تمام تعالى بقى، يلا نمبر 1، هو كان فيد اون رابت اند رات. يس برافو، الهوك يقدر ياكل الارانب والفيران، صح، برافو يا محمد. طيب مالك مصطفى، ميس يلا نمبر 2، هو كان فيد اون بلانت ليفز. ها صح ولا غلط؟ عندي سؤال نمبر بس انا 2، ما سمعتش السؤال. نمبر 2 هو كان فيد اون بلانت ليفز، الصقر يقدر غلط. ياكل ورق الشجر. لا غلط. ماشي يا هاجر، غلط. حلو، بياكل نباتات يا ملك. تمام يلا يا عمار، نمبر 3، هوك هانت ماشي. اتس براي تو جيت انرجي، الهوك يس بيصطاد الفريسة بتاعته عشان ياخد الانرجي، صح، برافو، اكسلنت. تمام دوجانا، نمبر 1، هوكس ايت بلانت، فولس فولس، اكيد ما بياكلش بلانت، برافو. نمبر 2، ياه جودي محمد اخت مهدي، جودي، اوكي يا ايوه جودي، يلا بيقول لي الهوكس get their energy، الهوك هياخد الانرجي بتاعته، هياخد الانرجي by eating animals only. ها صح هو صح، بس هو هياكل هو هياكل انيمال بس هيعتمد على البلانت. ماشي، هو للاسف السؤال ده، بصوا يا شباب السؤال ده بيبقى بايخ كل سنه، تمام مش انتوا عارفين، هو هياخد الانرجي عن طريق ان هو هياكل انيمالز بس، تمام هو هياكل انيمالز بس، لكن ستيل هيعتمد على الانرجي برضو بتاعت البلانت، تمام، فهو هياكل انيمالز بس، برافو. تمام يا جودي، طيب يلا يا نورهان بكر، نمبر 3، أين يلا، when a hawk dies its energy return to the soil، صح صح، يعني ايه معنى السؤال؟ مين خد طاين لما إيت الصقر إنرجي يموت الانرجي بتاعته هيحصل لها ايه؟ الإنرجي بتاعته هيدخلها هترجع هتتعاد تاني. للسويل، برافو، هترجع للسويل، تمام برافو يا نورهان. طيب يلا يا جانا محمد عبد الحميد، جانا مس يلا يا جانا، الورمز الديدان can be eaten، مين اللي هياكلها؟ ها الكاراكل ولا الجراس ولا البيردز؟ كركو لا ما ايه المشكلة يعني؟ ها مين اللي هياكلها يا جانا؟ قدامك حتى اهي، مين اللي بياكل الدودة؟ البيرد، ايوه كده برد البيرد، يبقى البيرد ياكل الورمز، برافو عليك، ماشي يا جانا. يلا يا كادي، نمبر 2، رابتس رابت eats ايه؟ جراس grass، برافو، الرابت هياكل الجراس. طب نمبر 3 يا ايفان، الماوس مين اللي هياكله؟ الكاريكا طب الكركر بياكل ايه كمان؟ بياكلوا رابتس جدع، ماشي اوكي، يبقى اخر حاجة
الايه الكاركل. برافو، ماشي يا شباب، يلا نمبر 1، يلا. ايه زاد، يلا يا زاد. A community that includes living organisms and non-living things is known as ال community اللي فيها living organism non living thing تبقى ايه؟ ecosystem. ecosystem. برافو، excellent، تمام. طيب يلا ايه لما، يلا number 2. The interaction that is present in ecosystem occurs between ايه؟ الحاجات اللي متداخلة مع بعض في ال ecosystem بتبقى بين مين ومين؟ ها Living organism living دي، organisms and برافو، non-living النون things. لافينج نون ليفينج ثينج. برافو، التداخل اللي بيحصل ما بين الليفينج اورجانيزمز والنون ليفينج ثينجز، اكسلنت، برافو، تمام. سلمى سامح نمبر 3. Hawks get their energy by eating ها animals only. برافو، الهوك هياكل، هياخد الانرجي بتاعته عن طريق انه بياكل حيوانات بس، تمام، برافو، اكسلنت، تمام. طيب يلا يا روان شريف، أيوة يا ميس. يلا يا روان نمبر 4. Rabbit can be eaten by all the following living organisms except grass. برافو، بيقول الرابط يقدر يتاكل، كان بي ايتن، خلي بالكم يا شباب، ايت ياكل، انما لما اقول لك ايتن يعني اتاكل، بيتاكل بكل الجي كل الحاجات دي ما عدا ايه؟ اكيد الهوك هياكل الرابت والكركل والايجل، لكن عمر ما الاعشاب هتاكل الارنب، يبقى برافو جراس، جدع، تمام يا روان. يلا يا ريماس وائل نمبر 5، نعم يا ميس. يلا. all the following، هنا ايوه، are considered the source of energy of hawk except ايه؟ سي سي seeds، جدعة، كل اللي جاي ده يعتبر source of energy، يعني مصدر مصادر الطاقة، اشمعنى seeds بقى اخترتيها؟ علشان هو الهورس بياكل السناكس والبيردس والسكويرس تمام، seeds يعني ايه بقى؟ بذور. جدع، يبقى ده بلاند، جدع يا رماس. يلا يا خديجة نمبر 6. There is an energy flow، في energy بتعدي between all the following two organisms except ايه؟ في energy بتروح من حد للتاني في كل واحد من دول ما عدا ايه؟ واحدة واحدة بقى، في energy ما بين اللاين، اللاين والدير، الأسد والغزالة، ها Yes. تمام، طب في انرجي بتحصل ما بين الهيومن والفيش؟ Yes. Yes. طب انا بكلم خديجة، طب في انرجي بتحصل ما بين التوميتو والبوتيتو؟ No. طب في انرجي بتحصل ما بين الهوك والماوس؟ Yes. صح، جدع، يبقى الإجابة بي. السؤال معناه إيه يا شباب تاني؟ السؤال معناه إن مثلا قاعد الغزالة هتروح الإنرجي بتاعتها لللاين، والسمكة هتروح الإنرجي بتاعتها للإيه؟ للهيومن، والماوس هتروح الإنرجي بتاعتها للهوك، لكن البوتيتو مالها بالتوميتو، دي مالها بدي، جدع يا خديجة، برافو، تمام. طيب يلا يا محمد سامح، محمد سامح، طيب يلا يا عمر، ايوه كده، قول. الكاركل obtains its energy by eating ايه؟ الكاركل هياخد الانرجي بتاعته ان هو بياكل ايه؟ ها، مايز، برافو، هياكل الايه؟ الفران، اكسلنت، برافو. يلا يا عمر عبد العزيز، There is no action between the components of an ecosystem. Wrong.
برافو، بيقول لي مفيش تداخل ما بين الكومبوننتس، الحاجات اللي في ايكو سيستم. غلط. اكسلنت. يلا يا ليلى، ايوه يا ميس. يلا نمبر 2. When living organisms die, all energy that present in their body go to soil. الانرجي اللي في جسمها تروح في السويل، صح ولا غلط؟ صح يا ميس. صح، برافو، اكسلنت. ماشي طيب، يلا يا همس، يلا يا همس. همس don't eat some types of food like plant leaves. True. الهوكس don't eat some types of food like plant leaves. صح ماشي، يبقى الهوكس ما بتاكلش اكل زي الايه، النباتات. برافو، اكسلنت. طيب نمبر 4، يا مين يونس، لا يلا يا يونس نمبر 4. British eat anchors to get their energy. لا، there is no energy flow between living organism. ما فيش energy بتروح من حد للتاني، اللي موجودين في السي زي اللي موجودين في السي او الاوشن. صح. تمام صح يا راجل. ده غلط. ها السؤال بيقول ايه؟ هو كده معايا يونس، ما فيش energy flow، ما فيش energy بتتحرك من كائن للتاني في البحر. مفيش حد بياكل التاني في البحر يعني ولا محيط؟ بيكفي. طيب يبقى غلط، بيقول لي no energy. طب انا قلت غلط. ما انت طب انا قلت قلت صح في غلط. الاول، قلت صح في الاول يا نصوب يا ماشي، انا كده نصوب. قلت غلط. ايوه ما هو صح، هي كده هيبقى مكانها غلط. ايه ده، ايه ده، ايش يا يونس؟ طيب يلا يا جناح عسقلاني، نمبر 5. جانا مسكناني، يلا Birds eat insects to get their energy. صح. تمام. البيردز بياكل الايه، الحشرات عشان ياخد الانرجي. صح، برافو يا جانا. نمبر 6 يا نريمان، مع حضرتك يا ميس. نمبر 6، the energy we get from food originally comes from the sun. ال energy اللي بناخدها من الأكل أساسا جاية من الشمس. ها true، برافو، excellent. تمام number one. يا مين، مريم شحاتة، مريم شحاتة مشيت. طيب مريم مصطفى، يس ها يس. يلا يا مريم. community that contains living organism and non-living thing، ده تعريف ايه؟ ايكوسيستم. ecosystem. برافو. طيب ياه ما كان مريم بيعلق لما شحاتة، خرجت سمكت ماشي معايا. يلا قولي يلا. ها ابليزز ذات ها ذا بروفايد فود ووتر فود وشيلتر. ووتر ها to a living organism that live in المكان اللي بيدي المكان ده كله بسميه ايه؟ بسميه ايه؟ ده انا غششتها، ecosystem. ايكو سيستم جدعة. يبقى الكلام ده برضه بسميه ايكو سيستم. تمام يا مريم. طيب يلا يا همس، انت حليتي صح؟ مش طيب جولي مهم. محمد، بس انك خرجني. ايه؟ تمام ماشي يا همس. طيب يلا يا جودي محمد عمر، نمبر 1. ها هوكس اتاك رابتس to get their energy while rabbit feed on ايه يا جودي؟ الهوكس اكل الرابت عشان ياخد انرجي، طب الرابت هيتغذى على ايه، هياكل ايه؟
ايه؟ land. مش سامعة. الرابت. land. لا ماشي، كان اسمها جراس اللي هي الأعشاب، هياكل الجراس. براو، ماشي يا جودي. طيب يلا يا أنس صبري. أنس أحمد صبري ايوه ميس. نمبر 2. When living organisms die, their energy return to the الانرجي هتروح فين يا أنس؟ ها؟ انرجي اه عند الهيومن. ايه؟ الهيومن انسان. لا، الكائن مات واتدفن، الانرجي هتروح فين؟ ترجع لمين؟ للسوي. سايل. ايوه كده، return to the soil. برافو، ماشي يا انا. طيب يلا يا ياسين شريف. ياسين شريف، ياسين، I can miss. يلا نمبر 3. an And if area، they provide. ايوه، provide food و water و shelter. ها؟ Water and shelter to all living organisms which live in it it in is cano is known can as is ecosystem. برافو، المكان اللي بيدي الفود والووتر والشلتر اسمه ايكوسيستم. برافو يا ياسين، تمام. طيب يلا يا مصطفى محمد الدقاق، نعم. يلا نمبر 4. There are many types of ecosystems on the earth such as ايوه a rainforest and مثلا قولي واحدة. ايه؟ تاندا. تاندرا ديزرت، ماشي، يعني ديزرت. حلو، شكرا يا مصطفى. ديزرت. طب يا ساندي قولي لي واحدة كمان. Okay, there are many types of ecosystem on Earth such as oceans. اوشنز برضو، في ecosystems في الأرض مختلفة زي الاوشن والديزرت. برافو عليكم. طيب give reason for، give reason يا أدهم ياسر. مع حضرتك يا ميس، يعني ايه give reason يا أدهم؟ قولي ليه؟ قول لي ليه. حلو، قول لي ليه animals eat different types of food To get energy. to get. يا ولا يا ولا على الجمال، ليه بياكلوا يا شباب الانيمالز؟ تاكل ليه؟ عشان تحصل على الطاقة، to get energy، ومش مستاهلة نكتب أكتر من كده، to get energy. برافو يا أدهم، تمام. طيب يلا يا السؤال يعني السؤال معناه انا مش فاهمه قوي السؤال ده. قولي ليه الأنيمالز هياكلوا أكل مختلف يا ماري عشان يحصلوا على الطاقة؟ انا ترجمته غلط، معلش. لا يا قلبي ولا يهمك. طيب يلا يا ايوه روان محمد لطفي. روان محمد لطفي، ميس، انا عايزه اجاوب في الوات هابن. كل واحد في دور، محدش يتكلم. روان موجودة؟ ايوه بسمع حضرتك. انت روان شريف ولا روان محمد لطفي؟ روان محمد لطفي. ماشي يا روان، يلا. انت مش جاوبتي؟ لا انا ما كانت الدنيا اللي جاوبتش. جاوبت. ماشي يلا. What happens if، ايه اللي يحصل لو الهوك لا is placed، الهوك حطيناه في ايكو سيستم that doesn't contain any living organism except plants؟ لو حطينا الهوك في مكان ما فيهوش اي كائن حي غير بلانت، ايه اللي هيحصل؟ The hook هيموت يا مس طبعا. انا بكلم روان صح؟ انا بكلم روان، يلا يا روان. بس انا عايزة اقول بيموت بالانجلش. it will die، صح كده؟ تمام، بس انا قبلها هقول ايه؟ ان هو it will. عمار هطلعك بره. it will search for animals or
it will die، أو ممكن يموت، أو ممكن يعمل adapt، بس هو في الأغلب هيموت. تمام؟ تمام. أو ممكن حتى أقول it will search for animals or adapt or it will die. يعني هو هيموت هيدور على الحاجات، يا إيه، يا هيأدبت يا هيموت. تمام؟ يا هيدور على أكل تاني، يا هيأدبت مع المصايب اللي هو فيها يا هيموت. إيه يا جنى؟ ميس، هو ينفع أقول حاجة؟ لا يا ولا ده عمار ما تتكلمش بقى عشان انت عصبتني. قولي يا جنى. ما سمعتش حاجة. يعني يعني ايه أدبت؟ بقول يتكيف، لحد ايه قدرت؟ يتكيف. تمام، شكرا خرابين سنة سنة رابعة. أدبت يتكيف. ميسي. يا آخر كلمة أنا هي آخر كلمة داي، دي أي إي. أيوة، لا اللي بعدها or ليه مكتوبة adapt، تحت؟ or adapt it will search for animals، هيدور على حيوانات، or adapt or it will die. تمام؟ طيب ماشي يا روداينا، صح. طيب يلا نمبر 7. ياه، قلنا مين تاني كده؟ روان، حفصة، جاوبتي؟ لا يلا يا حفص. تعالي نبص كده، عندي ايه، اريا ايه واريا بي واريا سي. اريا ايه هلاقي الشمس والراجل والبلانت، اريا بي مفيش بلانت بس في الارنب والشمس والراجل، والاريا سي فيها الارنب والراجل والايه والبلانت والنباتات. يلا اختاري لي بقى حاجة واحدة بس يا همسة عشان صحابك. اريا كام اند كام، اختاري لي واحدة بس، represent الايكو سيستم that contains two different living organisms. قولي لي حاجة واحدة بس، اريا رقم كام فيها two living organisms؟ ها هاي ايه حفص، حفصة، حضرتك؟ ها اختاري لي، اختاري لي ايكو سيستم A ولا B ولا C فيها اتنين living organisms. تبقى بي ايه B مثلا، ماشي، فيها فيها الحيوان والراجل، ماشي، فيها اتنين كائن حي. B ايه كمان يا يوسف وليد؟ مع حضرتك يا ميس. قولي يا يوسف، اريا رقم كام الإجابة برضو مين يبقى فيها اتنين كائن حي بس؟ ايه وكام إيه؟ وايه، ماشي، فيها اتنين كائن حي. طيب برافو. بعد كده وايل اريا كام يا فيصل اللي فيها contain three different living organisms، فيها ثلاثة، ها سي برافو، اكسلنت، فيها الثلاثة هم، ماشي برافو، حلو، يبقى سي. طيب يلا يا بتقول حازم، ما حضرتك كده. ال photosynthesis process doesn't occur in area A، انهي واحدة من A ولا B ولا C اللي مفيهاش photosynthesis؟ ال بي بي، برافو، عشان مفيهاش بلانت. طيب عمر محمد محمود، نعم يا ميس. يلا energy flow can be occur، energy flow can be occurred between animal and اختار لي human واحدة بس. areas in أيوة area C بل بس أنا و بقول لك، بس أنا بقول لك اختار لي واحدة بس. energy تقدر تحصل ما بين الهيومن والانيمال بس في area C، ماشي. ايه كمان يا ياسين أحمد عزت؟ وي الاريا بي. والاريا بي، برافو. طب يا يوسف محمد عصمت، نعم، هو اريا ايه ينفع اقول ما بينها فيها انيمال وهيومن؟ لا ليه؟ عشان ما فيش تمام، حلا
هو المكان يا حلا اللي كان فيه الحيوانات بتعيش مع الليفينج اورجانيزمز مع النون ليفينج ثينج، كنت بسميه ايه حلا؟ ايكو سيستم. طب حلو، ايه ده، ده احنا فايقين اهو. طب يا انتي لارا عادل ولا لارا عمرو الموجودة؟ لارا عادل. ماشي يا لارا، هو دلوقتي الهوك بياكل البلانت يا لارا، صح ولا غلط؟ ها نو نو. ماشي حلو تمام. طيب يا رودينا محمد نظامي، نعم يا مس. هو البلانت بياخد الانرجي من مين؟ من الهيومن؟ يا راجل البلانت بياخد الانرجي من الهيومن؟ لا، من الانيمال. انيمال نعم، البلانت بياخد الانرجي من مين؟ السيل. والله العظيم لو قدامي كنت لطشت على وشك. بس انا عارفه، ممكن انا اقول حد، انا بكلم روداينا، يا مجمع روداينا ثلاثة الناس. الانرجي البلانت هياخدها من مين يا روداينا؟ من الايكو سيستم، هو البلانت عشان يكبر محتاج مين يا روداينا؟ ها هي محتاج مين يا روداينا؟ محتاج مين يا جنة طارق؟ انا مش بصراحة مش عارفاها. مش ممكن اقول، جنى اقول طارق. يا ميس بس انا العرقان. بكلم جنى، انا مش ممكن بكلم، اقول هو انا بكلم جنى صح؟ ميس انا اقول بكلم جنى، انا بكلم جنى، جنى طارق، جنى طارق، افتحي المايك. البلانت هياخد الانرجي من مين؟ من السنة. من الصن. ايوه كده، شكرا جدا للناس اللي في اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتبعتولي على رقم الواتساب اللي هو ثانية اكتبه لكم 010-299-1957. تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتبعتولي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي. شكرا جدا، باي باي.